ايه اللي يخلي العمليات الإرهابية الدموية تزيد بهذا الشكل الكبير في رمضان في كل أنحاء العالم؟ يعني العملية الإرهابية الكبيرة في أفغانستان، في كابول، اللي في المنطقة الخضراء اللي هي شديدة الحراسة جدا لأن فيها كل السفارات الأجنبية، عملية انتحارية مات فيها 80 وأصيب 350، وعدد كبير من المصابين بين الحياة والموت. احنا سفارتنا يعني تأذت بشكل بسيط، يعني الحمد لله في بعض الإصابات البسيطة وفي بعض الأذى اللي لحق بالمبنى بالزجاج، لكن اقعدوا تخيلوا المشهد يا جماعة، وفي رمضان، واللي دخل بعملية انتحارية ده وهو يعتقد انه صاعد الى الجنة وهو يعتقد انه ينفذ عملية جهادية، يعني كيف اقتنع بذلك وكيف اقنعوه بذلك؟ وكل هذه الدماء التي سالت، يعني من اجل من وليه؟ وكل هذه الحالة العبثية والدموية اللي في النهاية لا تنتج شيئا، يعني لما تشوف المحصلة النهائية لا انت لا بتحقق انتصارا ولا حتى الارهاب والتطرف ينتصر، لا ده بالعكس ده بيؤدي إلى توحد العالم كله في مواجهة الإرهاب. ده تقرير عن اللي حصل في كابول، ربما تكون واحدة من أكبر العمليات الإرهابية لأنها موجهة إلى كل دول العالم، المنطقة الخضراء اللي فيها كل السفارات الأجنبية، والسفارة هي رمز الدولة. هي صحيح العملية كانت بالقرب من السفارة الألمانية لكن استهدفت كل المنطقة وأودت بحياة 80 شخصا في هذه المنطقة وإصابات 350 كما أكد. قتل 80 شخصا على الأقل وجرح 300 آخرون بتفجير سيارة مفخخة صباح اليوم داخل منطقة تضم سفارات أجنبية ومقرات حكومية وسط العاصمة الأفغانية كابول. وبحسب بيانات الشرطة فإن التفجير وقع في ساعات الذروة الصباحية، إذ تمكن انتحاري يقود سيارة مفخخة بتفجير نفسه في مكان مزدحم وسط كابول بعد أن تمكنت الشرطة الأفغانية من توقيفه قبل دخوله المنطقة الخضراء التي تشهد طوقا أمنيا كبيرا، وبذلك تكون قد منعته من تحقيق هدفه قدر الإمكان. لكن التفجيرات قد نالت من السفارات والمباني الحكومية الهامة بشكل كبير. ومن جهتها قالت وزيرة الشؤون الأوروبية الفرنسية ماريال دي سارنيز إن مبنى السفارة الفرنسية تضرر جراء التفجير، في حين لم تشر إلى وقوع ضحايا أو جرحى. بالمقابل أعلن وزير الخارجية الألماني زيغمار غابرييل أن 3 موظفين في السفارة الألمانية أصيبوا جراء الانفجار الذي وقع بالقرب من السفارة، فضلا عن مقتل حارس أفغاني في السفارة، إذ وقع التفجير على مقربة من مدخل السور الخارجي للسفارة الألمانية، وذلك بالإضافة إلى تضرر العديد من مقرات السفارات الأخرى كالصينية والهندية والتركية. وندد الرئيس الأفغاني محمد أشرف غني بالتفجير الإرهابي، وحث المجتمعين الدولي والإسلامي على التحرك ضد من وصفهم بداعمي الإرهاب. أيضا أدانت موسكو التفجير الإرهابي، وصرحت الناطقة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن ذلك العمل الإرهابي لابد أن يعاقب منفذوه بأسرع وقت، داعية السلطات الأفغانية لاتخاذ الخطوات المناسبة من أجل استقرار الأمن في أفغانستان. كما أدانت مصر بأشد العبارات في بيان صادر عن وزارة الخارجية حادث التفجير الإرهابي بالحي الدبلوماسي في العاصمة الأفغانية كابول، هذا وتبنى تنظيم داعش مسؤول الهجوم بعد أن نفت حركة طالبان الأفغانية مسؤوليتها عن الحادث. كمان النهاردة استشهد 3 ضباط وجندي في عملية إرهابية في الواحات، أعلن عنها المتحدث العسكري. والعملية الإرهابية ده أثناء قيام القوات البرية بتطهير وتمشيط المنطقة
كان في بعض المضبوطات انفجر حزام ناسف بالعناصر الخاص بالعناصر الإرهابية وأدى إلى استشهاد 3 ضباط وجنود. الشهداء طبعا في مواجهة كل العمليات الإرهابية هم شهداء للإنسانية، والعالم كله يجب أن يهتم بهم، ولا يجب أن نميز بين عمل إرهابي هنا وهناك، وبالتالي هنا العالم كله يجب أن يتكتل في مواجهة الجماعات الإرهابية.